شرط ان توجيهات السيد المحافظ المحترم والسيد مدير المجاري المحترم باشرت مديريتنا بحملة واسعة لتسليك وتنظيف شبكة المجاري. شملت الحملة مناطق سوق النبي والمجموعة الثقافية والأفرع الداخلية للمجموعة وصولا إلى المنصة ووصولا إلى كلية القانون. وأيضا شملت الحملة التسليك بواسطة الصاروخية. تأتي هذه الحملات استعدادا لاستقبال موسم الأمطار وتوهيب مديريتنا المواطنين الكرام بعدم رمي النفايات والأوساخ داخل فتحات المجاري للحفاظ على ديمومتها.